تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى الجولة الإخبارية من التلفزيون الموريتانية. نبدأها بالعناوين. ولايات نواكشوط الثلاث تحتضن انطلاق الحملة التحسيسية الخاصة بإبلاغ مضامين خطاب رئيس الجمهورية في المهرجان الشعبي بمدينة النعمة. وتتابعون في ملف النشرة، مبيكة الأحواش مشاريع أنجزت وأخرى قيد الإنجاز. انفجار بضواحي مدينة ديار بكر التركية يتسبب في مقتل 4 من عناصر حزب العمال الكردستاني وإصابة عدد من المدنيين. أهلا بكم جميعا. بدأت اليوم بنواكشوط أعمال ورشة تحسيس وتعبئة للبرلمانيين حول الخطوط التوجيهية التطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات. وترمي هذه الورشة المنظمة من قبل التجمع الوطني للرابطات الرعوية إلى إطلاع البرلمانيين من نواب وشيوخ على مضمون التوجهات التطوعية التي تشجع نفاذ الفقراء إلى الأراضي والصيد والغابات في إطار محاربة منطقية لداء الفقر. إطلاع البرلمانيين من نواب وشيوخ على مضمون التوجيهات التطوعية التي تشجع نفاذ الفقراء إلى الأرض والصيد والغابات في إطار محاربة الفقر في بلادنا، والحوار بين مختلف الفاعلين في الحياة الوطنية بغية وضع أداة اجتماعية تضمن تنمية مستدامة، هي مواضيع تركزت عليها أعمال هذه الورشة التحسيسية حول الخطوط التوجيهية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي. ترمي هذه الورشة التي أتشرف بالإشراف على انطلاقتها نيابة عن السيد رئيس الجمعية الوطنية إلى جعل زملائنا البرلمانيين شيوخا ونوابا في صورة كاملة تعكس برنامج الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني. وإذا كان مشروع مقام الفيضية الزراعي الذي انطلق سنة 1995 قد أسس على مبدأ تفاهم عقاري، فإن بلادنا كرست جهودها على مختلف الصعد في السنوات الأخيرة لمحاربة الفقر وتشجيع نفاذ الفقراء إلى ملكية الأراضي ضمانا للأمن الغذائي الفعال. رئيس التجمع الوطني للرابطات الرعوية السيد الحسن للطالب بيّن في كلمته أن الورشة تعمل على خلق آلية للمتابعة على مستوى غرفتي البرلمان عبر إنشاء لجنة تنسيق لمتابعة التوجيهات التطوعية من أجل حوار بين مختلف الفاعلين يمكن من إرساء سلم اجتماعي دائم يضمن استمرارية التنمية في البلاد. وبدوره قال المدير التنفيذي لمبادرة البحث الزراعي والريفي السيد الشيخ عمر با إنه يجب العمل من أجل تنظيم حوار حول خطة عمل وطنية لتسيير المصادر الطبيعية بشكل مستديم في كنف الأمن والاستقرار لفائدة السكان المحليين. وتجر الإشارة إلى أن الخطوط التوجيهية التطوعية للحوكم المسؤول لحيازة الأراضي تمثل اتفاقا دوليا صادقت عليه 133 دولة، من ضمنها بلادنا في 11 مايو 2012 في روما خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتنمية. وفي العاصمة نواكشوط انطلقت الحملة التحسيسية لإبلاغ مضامين خطاب رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز في المهرجان الشعبي الذي احتضنته مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي. التقرير التالي يتضمن أنشطة هذه الحملة على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية. نظمت بعثات مشتركة بين أعضاء من الحكومة وقيادات من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء أمس حملة إبلاغ لمضامين خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز في 3 مايو الجاري خلال المهرجان الشعبي الحاشد الذي احتضنته مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي. وقد أشرفت على تسيير حملة إبلاغ مضامين خطاب رئيس الجمهورية في النعمة بعثات رفيعة المستوى تحت القيادة المشتركة لأعضاء من المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد وأعضاء من الحكومة. كما ضمت هذه البعثات المشتركة بين الحكومة وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى مقاطعة نواكشوط أعضاء من المجلس الوطني لحزب الاتحاد وكل من الأمناء الاتحاديين للحزب في نواكشوط وبرلمانييه وعمده، إضافة إلى قادة الهيئات الحزبية القاعدية
وعدد معتبر من أعضاء اللجان التنفيذية للحزب والأطر النسوية والشبابية والفاعلين السياسيين. وقد شهدت هذه المهرجانات الشعبية التي نظمت بشكل متزامن على مستوى جميع فروع حزب الاتحاد في نواكشوط والبالغ عددها 22 فرعاً، شهدت حضوراً كبيراً لمناضلي ومناصري الحزب وممثلي الفروع الحزبية التي احتضنت التظاهرة في جميع مقاطعات نواكشوط. نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية بالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية صباح اليوم في نواكشوط ندوة دولية تحت عنوان أثر العنف والصراعات المسلحة على المجتمعات. ويشمل برنامج الندوة نقاش مواضيع تتعلق بالنزاعات المسلحة والعنف والإرهاب ودور وسائل الإعلام في النزاعات. أثر العنف والصراعات المسلحة على المجتمعات. تحت هذا العنوان نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ بالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية نظم ندوة دولية تدعى إليها أساتذة جامعيون وباحثون من بلادنا وبعض الدول العربية بغية نقاش ظاهرة العنف والصراعات التي يشهدها العالم. هذه اللامسؤولية تحتاج إلى مفكرين وأئمة وعلماء يقدمون الرأي الحيادي والرأي الإيجابي الذي يوضح للناس أن الأهمية في هذه المنطقة والأولوية الآن هي للاستقرار فعلا للمشاركة وللديمقراطية، ولكن الاستقرار والحفاظ على بيضة الأمة والحفاظ على استقرار بناها الاجتماعية. رئيس المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ أكد أن هذه الندوة ستتناول مواضيع تساهم في تنويل الرأي العام حول القضايا الشائكة المطروحة. مواضيع ستثيرها هذه الندوة وسيناقشها مختصون وأكاديميون وعلماء وغير تبيان مخاطر النزاعات والصراعات على كيان الأمم والمجتمعات، وستكون أسئلتكم ونقاشاتكم وتعقيباتكم مصدر ثراء للندوة. ممثل المنتدى العالمي في بلادنا وعلماء موريتانيا والأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية أشاروا في مداخلاتهم إلى أهمية انعقاد هذه الندوة الدولية، مؤكدين أنها ستضيف لبنة جديدة في بناء الدول والمجتمعات بعيدا عن الغلو والتطرف الذين يسببان العديد من الصراعات التي لا تخدم الدين ولا الأوطان. وفي الشأن التربوي تم اليوم بولاية نواكشوط الشمالية انطلاق أنشطة الاتحاد الجهوي لرابطات آباء تلاميذ الرامية إلى تحسيس الآباء والأمهات بضرورة الحفاظ على الأطفال وتربيتهم وفق المناهج السليمة. وقد تميزت هذه التظاهرة بالعديد من العروض التي عالجت القضايا المرتبطة بضرورة مراقبة ومتابعة الأطفال خارج أوقات الدراسة. جمعت هذه التظاهرة الفاعلين في العملية التربوية بولاية نواكشوط الشمالية بهدف توطيد الشراكة في تربية النشي وفق المناهج السليمة والصحيحة التي تؤسس لمستقبل واعي. وقد عكست العروض المقدمة خلال هذا النشاط التربوي الذي دعت إليه الاتحادية الجهوية لرابطات آباء التلاميذ اهتمام الأسرة التربوية في مقاطعات نواكشوط الشمالية بتجسيد العناية الممنوحة للأطفال ضمن السياسة العامة للدولة. إنه لشرف عظيم لي أن أحضر معكم انطلاق برنامج الاتحادية الجهوية لرابطات آباء التلاميذ الرامي إلى تجسيد خطاب السيد الرئيس محمد بن عبد العزيز في جوانبه المتعلقة بالطفل وحثه على ضرورة العناية به والحفاظ عليه من الضياع المتمثل في التسرب المدرسي والجنوح إلى بعض الممارسات المرفوضة كتعاطي المخدرات وعدم الانسجام داخل الحقل المدرسي. وقد أكدت بلدية تجونين والاتحادية الجهوية لرابطات آباء التلاميذ أهمية العناية الممنوحة من قبل الدولة لجيل المستقبل وبما تحقق من مكاسب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويعول على الأنشطة المبرمجة في إطار تدخلات الاتحادية الجهوية لرابطات آباء التلاميذ بولاية نواكشوط الشمالية أن تسهم في توعية الآباء وتحسيسهم بأهمية مراقبة أبنائهم خارج أوقات الدراسة حماية لهم من الممارسات المنحرفة. ونتحول إلى العاصمة الاقتصادية نواذيب والتي احتضنت ندوة علمية حول المقاومة الوطنية نظمها اتحاد السينمائيين الموريتانيين على مستوى هذه المدينة.
وقد تضمنت هذه الندوة تسليط الضوء على تاريخ المقاومة الوطنية بشكل عام والتضحيات الجسام التي تخللت هذه الحقبة من تاريخ موريتانيا. يعد 12 من مايو 1905 تاريخ اجتياح قلعة تزيكجا علامة فارقة في تاريخ المقاومة الوطنية ضد الاستعمار لبلادنا، ومن هنا تتنزل إقامة هذا النشاط الذي يسلط الضوء على حقبة المقاومة الوطنية استحضارا للتاريخ النضالي واستجلاء لمستقبل يعزز الذاكرة الجمعوية كمرتكز للهوية الوطنية. في هذا اليوم من عام 1905 دارت معركة القرن، معركة تزيكجا، بين المقاومة الوطنية بقيادة الشهيد سيدي والملاي الزين وكوكبة من الأبطال ومعسكر الاحتلال الأجنبي بقيادة كزافيه كوبولاني الذي قتل فيها رفقة عدد من جنود الاحتلال. اتحاد السينمائيين فرع واذيب موريواد يسعى من خلال هذه الندوة إلى جعل الفن السابع جزءا من التعريف بالتاريخ الوطني ورجالاته الأبطال. السينما الموريتانية أعلنها هي اللي تدون التراث، وهي اللي تدون التاريخ، وهي اللي من خلالها قد الأجيال وراء الأجيال يعرفوا شخل كسابكهم، وهذا شاهد عليه السينما في العالم كامل. السينما المصرية مثلا ما خارج تاريخ المصري كامل مدون السينما، وهذا ما يقدر يصح ما هو بالتعاون معاكم. وهذا مثلا هذه معركة اجتياح قلعة تزيكجا هذا من أكبر فيلم يقدر يعود خارج فيكسيون، فيلم تمثيلي مثلا، يا غير ما يصح يكون بالدعم وما يصح يكون بإعطاء عناية للسينما الموريتانية. أما العمدة المساعد لبلدية واذيبو السيد رجبي من تدوكي فقد ذمن تنظيم هذا اللقاء عن المقاومة الوطنية الذي يدخل في سياق التعريف بتاريخ البلاد. عروض الندوة تناولت الجوانب المختلفة لمعركة تزيكجا الفارقة التي كلفت الاستعمار مقتل مهندس الحملة الاستعمارية رفقة عدد من جنود الاحتلال، كما استعرضت المداخلات النماذج من المقاومة في أماكن أخرى من أرض الوطن. معارك ومواقف وبانت عن اعتزاز الموريتانيين بكرامتهم وحريتهم في مواجهة الاستعمار بكافة الوسائل العسكرية والثقافية. وتتابعنا في ملف النشرة لهذه الليلة بيك التحواش، مشاريع أنجزت أخرى قيد الإنجاز، وذلك بعد النشرة الرياضية. انطلقت اليوم بمركز هيئة النجدة للحالات الاستعجالية بمقاطعة الميناء أعمال دورة تكوينية في المجال الإعلامي وفنون المسرح لصالح 25 شابا، وتهدف الدورة التي تدوم سنة كاملة إلى تكوين الشباب المشاركين في مجالات الإعلام وفنون المسرح والتمثيل، وذلك لدمجهم في الحياة النشطة. وفي كلمة له بالمناسبة قال عمدة بلدية الميناء سيد الطالب أحمد المبارك إن الورشة تشكل مبادرة رائدة تدخل في إطار تنمية البلدية من خلال مكافحات البطالة والفقر في أوساط الشباب. رئيس الهيئة السيد عمار علي صال قال إن هذا التكوين سيفتح آفاقا واعدة للعديد من الشباب لولوج سوق العمل بعد اكتساب المعارف والمهارات الضرورية. وفي المجال الصحي عقدت نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين صباح اليوم بمؤتمرها الرابع تحت شعار معا من أجل تطوير مهنتنا. وقد شكلت فعالية هذا المؤتمر فرصة لنقيب أطباء الأسنان الموريتانيين الدكتور يوسف الحرمت الله للتأكيد على أهمية المهنة وما تتطلبه من شفقة وحنان من قبل الأطباء تجاه المرضى والتحلي بالأخلاق المهنية الفاضلة. وسيتضمن هذا المؤتمر انتخاب رئيس وأعضاء لمكتب النقابة نقابة أطباء الأسنان. ومن الأنباء الدولية في هذه النشرة، احتضنت العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم قمة دولية أمنية للتصدي لجماعة بوكو حرام التي ما زالت تشكل تحديا أمنيا في هذه المنطقة. وتشكل القمة مؤشرا لتعاون عسكري إقليمي ودعم دولي لإنهاء تمرد هذه المجموعة الإرهابية. وقد أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال وصوله للعاصمة النيجيرية أبوجا أن بوكو حرام ما زالت تشكل خطرا رغم الإنجازات التي تحققت في مجال التصدي لهذه الجماعة في نيجيريا. أعلنت وزارة الداخلية التركية عن مقتل 4 من عناصر حزب العمال الكردستاني وإصابة مدنيين بجروح إثر انفجار قنابل كانوا يحملونها على متن شاحنة في إحدى ضواحي ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقي تركيا.
يأتي هذا الانفجار بعد مضي ساعات على إصابة 8 أشخاص على الأقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من ثكنة عسكرية في اسطنبول. الرياضة بعد الفاصل. شكرا الفتن واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى النشر الرياضية. بدأت صباح اليوم بمدينة وليبو منافسة النسخة الأولى لكأس رئيس سلطة منطقة وليبو الحرة للكرة الحديدية المنظمة بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية، وتشهد هذه الكأس مشاركة 82 فريقا تمثل مختلف ولايات الوطن. بمشاركة 82 فريقا يمثلون مختلف ولايات الوطن، انطلقت بمدينة واديبو منافسة النسخة الأولى من كأس رئيس سلطة منطقة واديبو الحرة المنظمة بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية. الافتتاح الرسمي لهذه البطولة الرياضية التي شملت مستويين جرت تحت إشراف الأمين العام لسلطة منطقة واديبو الحرة السيد الجيلاني ولي الشيخ، رفقة حاكم مقاطعة واديبو السيد حمدنا وسيدبة وجمع من المهتمين بالرياضة. مناسبة شكلت فرصة للجهات الداعمة للتذكير بأهمية هذه المنافسة الرياضية. ننوه بدور اللي تلعب الرياضة بصفة عامة والأهمية اللي تعطيها الدولة ويعطيها فخامة رئيس الجمهورية، وراجين إن شاء الله على أن يعود عندنا فريق في هذه الرياضة يعود ينافس إن شاء الله على المستوى العالمي. بدوره دعا رئيس الاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية الفاعلين الخصوصيين إلى دعم ممارسة لعبة الكرة الحديدية على المستوى الوطني. هذه المرة الثانية نرجع لواديبو نعدلوا فيها كأس رئيس سلطة المنطقة الحرة، وبالتالي نطلب من الفاعلين الاقتصاديين في واديبو بأنهم يدعموا هذه الرياضة اللي فات على المستوى الدولي، حققنا قدر من الانتصارات ونتمنى النجاح لهذه المباريات. ممثل النواد والفرق المشاركة في البطولة ثمنوا الدعم المقدم لتنظيم هذه الكأس الأولى من نوعها للعبة الكرة الحديدية. الكأس هي الأولى من نوعها في واديبو، نرجو أنها تعود تدعم 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 الرياضة بشكل عام والانخراط في النوادي. باسم هذا الكم الهائل ما شاء الله من اللاعبين نهدي أحر التشكرات الخالصة إلى منطقة واديبو الحرة على الدعم القيم من أجل هذه المسابقة. هذا ومن المزمع أن تتوج منافسات كأس المنطقة الحرة للكرة الحديدية التي تدوم يومين بتسليم كؤوس وجوائز على الفرق الثمانية الأول من هذه البطولة التي يشارك فيها ما يزيد على 240 لاعبا من ولاياتنا الداخلية. اقترب فريق تفرغ صينا بشكل كبير من تحقيق ثنائية الكأس والدوري بعد فوزه مساء اليوم بالملعب الأولمبي على حساب فريق الشرطة بنتيجة هدف دون رد من إمضاء لاعب ارتكاز النادي ونجمه تقي الله الدنا خلال نهاية الشوط الأول من المباراة. وبهذا الفوز يحجز فريق تفرغ صينا مقعدا له ضمن الدور النهائي للكأس الوطنية في موسمها الحالي، وسيواجه فريق تفرغ صينا ضمن المباراة النهائية للكأس الوطنية فريق الوئام الذي تأهل على حساب فريق أفس واديبو بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين دون رد مقابل خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالملعب الأولمبي مساء اليوم. أحرز أهداف نادي الوئام هداف الدوري المختار بلا وذلك في الدقيقة 85 من عمر المباراة بالنسبة للهدف الأول، ومع نهاية الوقت بدل الضيع بالنسبة للهدف الثاني. وسيتم تحديد موعد إجراء نهاية الكأس الوطنية في وقت لاحق من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم. اختارت إدارة عميدي أندية كرة القدم الوطنية فريق القصر المدرب المساعد للفريق مومد نيانغ الملقب تولدو كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم الجاري الذي لم تتبقى منه سوى جولة واحدة. وسيخلف المدرب الجديد مدرب النادي المستقيل محمد سالم الهارون الملقب الصنيدري، وكان الفريق قد انتقل أمس إلى مدينة الزويلات عاصمة ولاية تير الزمور من أجل مواجهة فريق المدينة الكدياء ضمن مباريات الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم التي ستنطلق بعد غد الاثنين. وسبق لتولدو أن تولى تسيير فريق نصر السبخة الناشط بدوري الدرجة الثانية. شكرا على كرم المتابعة. بعد الفاصل أعود إلى فتن والمتالي.
وفي ملف هذه النشرة، شهدت مدينة بيكة الأحواش التي تم استحداثها مؤخرا تشييد العديد من المنشآت الحيوية الهامة في تثبيت السكان وخلق تنمية مستدامة بهذه المنطقة الواقعة في أقصى الناحية الشرقية من البلاد. الزميل سعيد حبيب أعد الملف التالي حول التطورات التنموية الحاصلة بهذه المقاطعة التابعة لولاية الحوض الشرقي. ست سنوات من عمر سابع مقاطعات الحوض الشرقي، ووقفت مقاطعة الظهر على أقدامها تنشد غدها مسايرة ألسنة الرمل التي تنبسط ملء الأفق، وذلك بعد أن ودعت ماضيها القريب. تتحفز الذاكرة فتستحضر اليوم الذي غرست فيه أول شجيرة سقيت بماء الحياة لتنبت بيكة الأحواش رغم أنف الصحراء، وتجمع في حضنها آلاف المنمين ومواشيهم قريبا من أماكن الانتجاع. كانوا شي من الرمال ما تصور لحد أنهم لا يعودوا مدينة ذي صفتها. وبالنسبة لمجي محمد العبد العزيز جزاه الله خيرا، جو طرح أساس حجارة من بيكة الأحواش. وبالنسبة لذاك اليوم الحمد لله كل شيء متوفر فيه، والله وراعيه الحمد لله، والمراعيه متوفر هذا المولى. كما أنت برقادة هو وتدزن عد المشاكل، كما سيرة هو وتدزن عد المشاكل. الحاكم قاعد ما هذا أمولي المشروع زاد الزراعي، ده هو الحمد لله الناس اشتغلت فيه وفاتسوقت وشهر النعمة، واشتغلوا النساء واشتغلوا الرجال، وراعيها اليوم وتهم صار جيه منهم شاد قاس تبسكنوا كاريتها الدولة تسوق للناس، والناس الحمد لله تشعر اليوم هذا بأنها كل شيء عند المواطن الموريتاني عند أهل بيكة الأحواش. نقدر نقول كخلاصة للي شفت في نتائج المشروع على أن فيه مفاجأتين سارات، واحدة على أن التربة كانت خالعة للفنيين وضارك المردودية اللي ظهرت التربة تربة جيدة أو تربة صالحة للزراعة على الأقل في سنتها الأولى، وراهي بعدين ينشاف متابعة السنوات القادمة. المفاجأة الأخرى السارة هي على هذه 200 رقاش كانت الناس كاملة تتوقع أنها ما هي لايت تواصل أو ربما ما هي لايت تقوم بالعمل اللي مطلوب منها. نقدر نقول عنها حكما فاجأت الجميع، حد شاف هذه 200 مزارع اللي تصبحهم من بداية الصبح ساعة 6 وفيها شيء يعود عليهم الليل، هذا يعتبر اندفاع ويعتبر تحمس لهذا النشاط واهتمام به. كان قرارا استراتيجيا يهدف إلى لم شمل شتات هذا الوطن الممتد على مساحة تتجاوز 1,000,000 كم², وفي منطقة سائبة مترامية الأطراف كان لزاما على الدولة أن تبسط حضورها وفاعليتها، وذلك بعد أن كادت أن تتحول مثل هذه المجابات إلى منافذ للتهريب وبؤر للإرهاب وفضاءات للسطو والاعتداء. لا أحد يملك هنا سلطة غير الإدارة، فقد ولت عهود السيبة إلى غير رجعة. تبدو بيكة الأحواش اليوم أقرب إلى مدينة حديثة حيث تنتشر المحلات التجارية وتتوفر خدمات الكهرباء التي تمتد أعمدتها وسط الشوارع الرئيسية بعد أن تم وضع مخطط عمراني يعتمد المعايير الفنية ويمنح القطع الأرضية للسكان الذين بدأوا في بناء مساكن للاستقرار والتنمية. وخلال الأعوام الماضية تم بناء المنشآت الحيوية، فقد تم تجهيز بيكة الأحواش ببئرين ارتوازيتين بمضختين تصل طاقتهما الإجمالية إلى 35 متراً مكعّباً في الساعة، وشبكة أنابيب للسحب والتوزيع بطول 75,000 متر من مختلف الأقطار، وتوزيع 1,000 توصيلة اجتماعية مجانية وعشر حنفيات عمومية وحوضين لسقي المواشي. هذه الدشرة اللي كانت بادية عدلت لها الدولة ما شاء الله، وكادوا يوصفوا كانت نبيات هكذا، ويموت وارواقيج هون بهم العطش، يقتلهم العطش هون تياهي بينهم بين الحسيان، بينهم الحسيان كلها بين الثاني 25 كي، و25 كي من أي حد تحداها مقوطة، لكن حد مات اليوم مات لات مشكلة. الحاسي ذوك واللي نبيته ذوك يوم ماجه قريب منهم، ولات لينا قاع مات قاع مات الحمد لله فيه القائد. بطبيعة الحال هذه التكاليف اللي طرعوا فيها وظرف سنة 2 يا الله تعود لا يتولاه المزارعين،
وحنا قايلين على المنتوش والله اللي فتنا شفنا المنتوش والله حسب التقديرات اللي تنشف المنتوش مغطي التكاليف قطعا بصفه شامله وباقيين ارباح للمزارعين. ما دامت صيحة الضخ كبيره 40 طن 20 طن 60 طن ذاك دائما يؤدي الى ان يعود لكل سعر الانتاج للمتر مكعب قليل ما يؤدي للمزارع قد يتحمله عقب هذا بدون صعوبه بدون مشاكل. تقع بيكة الأحواش في منطقة الظهر الغنية بمصادرها المائية، فحتى باقي مدن الولاية ستشرب من مياه الظهر. وفي هذه الأثناء فإن استخدام هذه المياه للري والزراعة شكل حاجة ماسة لدى السكان واستجابة من لدن السلطات العمومية التي قامت بتشجيع ودعم الزراعة وإنتاج الأعلاف الحيوانية من خلال هذا المشروع الكبير الذي أعطى إشارة انطلاقته رئيس الجمهورية. بنبيكة الأحواش احنا سلدونا فيه نشاطين، واحد متعلق بزراعة الأعلاف، زراعة 67 هكتار من الأعلاف، واحد إعادة تأهيل وتثبيت الرمال ل 153 هكتار. النشاط الأول اللي هي 67 هكتار من الأعلاف لهي نديروا فيها عدة أصناف، فيه هذا اللي ينقال له دلقان اللي يستعمل له فراش وهو دلقان الثاني، وفيه شيء ينقال له لفا دوليك، وفيه شيء ينقال له لفا دانغول، ولهي نستعمله في الفترات الشتوية ونستعمله للزر اللي تعمل للناس كاملة. يغطي هذا المشروع لزراعة الخضروات 100 هكتار موزعة على 4 مقاطع لزراعة الخضروات والباقوليات والنخيل وكذلك الأعلاف التي تمت إضافتها كمكونة أساسية للمشروع تلبية لطلب من السكان ومن أجل التغطية على النقص الحاصل في المراعي. ويبلغ الإنتاج السنوي للمشروع من مادة الخضروات وحدها 100 طن، وينتظر أن يصل هذا الإنتاج إلى 120 طنا خلال الحملة الزراعية 2016. ويعمل بالمشروع 120 مزارعا من ضمنهم 75 امرأة، ويتوفر على 5 آبار ارتوازية بطاقة إنتاج تصل إلى 1200 لتر مكعب يوميا. إلى التذكير بالعناوين. ولايات نواكشوط الثلاث تحتضن انطلاق الحملة التحسيسية الخاصة بإبلاغ مضامين خطاب رئيس الجمهورية في المهرجان الشعبي بمدينة النعمة. تابعتم في هذه النشرة أيضا ملفا يتعلق بمدينة بيكة الأحواش، مشاريع أنجزت وأخرى قيد الإنجاز. انفجار بضواحي مدينة ديار بكر التركية يتسبب في مقتل 4 من عناصر حزب العمال الكردستاني وإصابة عدد من المدنيين. في أمان الله.